بسم الله الرحمن الرحيم. راح ناخذ acceleration mechanism. راح نستعمل نفس الاسلوب اللي اخذناه بالفيلوسيتي mechanism، لكن بسبب طبيعة الحركة اللي دا ناخذها او دا نتعامل وياه راح يصير عندنا مركبتين للتعجيل، لانه ما نقدر نتعامل ويا التعجيل الابسولوت acceleration، كلش راح يصير معقد، اتجاهاتها راح يكون كلش متشتته. فلهذا نتعامل ويا الكومبوننت مالته يكون لنا اسهل، لانه اوريدي راح نعرف اتجاه الكومبوننت المركبات مالتهم شنو راح تصير. مثل ما هسه نشرحها، وعن طريق المركبات مالتها نقدر نعرف الابسولوت اكسلريشن لذلك اللينك او لذلك النقطه باللحظه الزمنيه اللي احنا نريدها. طبعا مثل ما قلت لكم الاكسلريشن يلعب دور مهم جدا في تصميم المكائن الميكانيكيه او حتى الكهربائيه، لانه من يصير عندي دايناميك، من يدخل بموضوع الحركه راح يطلع به قوى اخرى غير القوى الاستاتيكيه اللي يجب التعامل وياها. واحده من هذول القوى اللي هي قوه اللي يجي من الكتله في التعجيل، القانون نيوتن الثاني، وهذا القوى في طبيعته يعني يكون قيمته كبيرة، يجب أن يأخذ نظر الاعتبار عند تصميم المكائن الديناميكية. فلهذا ينطون أهمية كلش كبيرة بحساب الأكسلريشن، خصوصا في الكريتيكال بوينتس، النقاط الحرجة، حتى يعرفون التصميم يتحمل هيك نوع من القوى أم لا. مبدئيا عندي نوع من التعجيل، أوكي. هسه راح نجي نشرح هذا شلون بالضبط شلون راح يصير. عندي نوع من التعجيل، مركبتين من التعجيل، عفوا مو نوعين، مركبتين من التعجيل. بسبب تغير السرعة لللينك، سواء كان عندي سرعة دورانية أو حركية، هذا السرعة تغير ما قد يكون بالاتجاه وقد يكون بالقيمة وقد يكون بالاثنين، لأنه نعرف هي الفيلوسيتي هي قيمة اتجاهية. فالتغير بأي اثنين من الاتجاه أو القيمة أو الاثنين كلاهما راح يسبب في ظهور تعجيل إلى ذلك النقطة. من يصير عندي حركة دورانية أو أي حركة، بس بالأخص الحركة الدورانية، راح يطلع عندي التعجيل دائما موجود بسبب إنه الحركة الدورانية حتى لو كان يشتغل بتعجيل زاوي صفر، يعني السرعة الدورانية يصير ثابت، راح يصير عندي من وحدة من المركبات التعجيل دائما موجودة، لأنه السرعة قاعدة يتغير اتجاهها. نتيجة تغير هذا الاتجاه راح يطلع عندي تعجيل، شئت أم أبيت راح يطلع عندي تعجيل. فإذا أريد أعقد المسألة بعد أكثر، أقول حتى هذه السرعة يتغير قيمته ويا الزمن، بمعنى هو يوجد به تعجيل زاوي، عندئذ راح ينضاف لنا مركبة أخرى، فالتعجيل راح يصير إلى مركبتين. المركبة اللي يصير نتيجة الـ change in velocity direction، نتيجة التغيير بالـ velocity اللي يكون دائما موجود في الحركات الدورانية أو حركات الكيرفية، يسمى بالـ radial component. والـ radial component يكون عمودي على الـ velocity، بمعنى إنه موازي لللينك، موازي راح يكون لللينك. هنا يقول which is perpendicular to the velocity of the particle at the given instant، راح يكون عمودي على ال velocity، بمعنى مثلا اذا ال B يفتر عندي حول ال A بهذا الاتجاه، فراح يكون عمودي على ال velocity، بمعنى انه يكون قطري بموازاة اللينك، بموازاة اللينك. قيمته راح يساوي الاوميجا تربيع في الاي بي، الاوميجا هو السرعه الدورانيه لها، طبعا هنا راح نتعامل ويا السرعات الدورانيه وما راح نتعامل ويا الكيرفز، السرعه الدورانيه لها. هذا القيمه الاشتقاق مالته انتم ما مطالبين به بقدر ما مطالبين شنو راح تستعملوه. فالتعجيل الزاوي الراديال السبريتيكال او الراديال قيمته يساوي اوميجا تربيع في الاي بي، اذا عوضت بدل الاوميجا فيلوسيتي على اي بي، يعني سرعه دورانيه يساوي سرعه الخطيه على نصف، راح يطلع عندي يساوي سرعه ذلك البارتيكل النقطه اللي يفتر حولها، يعني ريلاتيف فيلوسيتي سكوير على الطول، المسافه بين ذلك النقطتين، يعني على نصف القطر سكوير، سرعه الريلاتيف فيلوسيتي سكوير
الراديوس الاي بي. السرعه يسمى بي اي راديال، مثل ما تشوف شلون مكتوب عندي هي هنا، اذا تقراها التعجيل بي وذ ريسبكت اي ان ذا راديال اللينك. زين هذا عرفته هنا موازاة اللينك. زين هل من البي للاي او من الاي للبي؟ الاتجاه ده الاتجاه ما ترى راح دائما يكون من النقطة اللي يدور الى المركز، دائما اتجاه. مثلا هنا عندي بي، اذا قلت يدور حول الاي فاتجاه الراديال كومبوننت اوف اكسليريشن از فورورد فروم بي تو اي، يعني من البي ويدخل الى الاي. زين هذا اتجاه. اما بالنسبة الى التعجيل الثاني اللي يسمى التانجيشنال كومبوننت، هذا التعجيل يجي نتيجة تغير قيمة السرعة من السرعة، ويسمى بأي سب تي، يعني مرفوع للسبسك تي. قيمته يشبه الريلاتيف فيلوسيتي، احنا قلنا الريلاتيف فيلوسيتي يساوي السرعة الدورانية في قطر، هنا يساوي عندي التعجيل الدوراني في نصف القطر. التعجيل الدوراني في قطرية هذا دائما موجود، هذا يعتمد التعجيل الزاوي، فاثنيناتهم موجودات. اذا ما عندي تعجيل زاوي القيمه راح صفر، هذا القيمه دائما موجوده. اتجاهها شلون راح يكون؟ اتجاهها راح يكون باتجاه فيلوسيتي التانجيشن فيلوسيتي، بمعنى انه دائما عمودي على اللينك، دائما عمودي على اللينك. زين هذا لاين اوف اكشن ماته، واتجاه دايركشن ماته هو نفس اتجاه الالفا اللي هو التعجيل الزاوي. اذا كان عندي مثلا هذا الفا هنا عكس اتجاه الأعلى، إذا وي أقرب الساعة هذا راح يصير عندي، إذا صار عندي نوعين من التعجيل، القطري أو الراديال يساوي السرعة الريلاتيف فيلوسيتي بين النقطتين على المسافة بين النقطتين، وتعجيل جيشن مماسي يكون عمودي على الخط الواصل بين النقطتين اتجاه التعجيل نفسه. إذا نجي نريد نستغل هذا الكلام بالرسم، اذا نريد نستغل هذا الكلام بالرسم، افرض عندي لينك، اخذ جزء من هذا اللينك، صار عندي نقطتين اي وبي، انا اذا افرض انه البي يدور حول الاي بمقدار سرعه زاويه يتغير بزمن ويا زمن بمقدار الفا اللي هو نفس الاتجاه، بما هنا هنا يعني بما معنى هذا يصير عندي تعجيل، دا يزيد عندي ما التعجيل، مو سيس ديسيلريشن اتس اكسلريتنج. وقلنا بهذا الاتجاه اقدر اعمل الفيلوسيتي، هسه احنا ما عندنا شغل ويا ريليتيف فيلوسيتي، عندنا شغل اكسلريشن. شلون راح نرسم الاكسلريشن، شلون راح نستغل هالمعلومات برسم الاكسلريشن؟ شنو راح ادي؟ اقول عندي الراديال، الراديال كومبوننت اوف ذا اكسلريشن يكون يعني هسه قلنا البي يدور حول الاي، فاذا الاكسلريشن يجي من البي ويدخل الى الاي. قيمته اوميجا سكوير فيلوسيتي سكوير ريليتيف فيلوسيتي سكوير على الراديال ماتا بوينتينج فروم بي تو اي. زين التانجيشن اكسل كومبوننت اوف اكسلريشن راح يكون عمودي على الخط الواصل بين النقطتين من النقطه اللي يدور، ويكون اتجاهه بنفس اتجاه الالفا، بنفس اتجاه الالفا. من اريد ارسمه طبعا قيمته راح يصير عندي الفا في الاي بي. الرسم مالته ابدي اخذ الفيكس بوينت مالتي هنا اللي هو الاي، اجي الاي داش، طبعا هنا اسميه اي داش لانه احنا بالفيلوسيتي نسميه اي سمول، هنا نسميه اي سمول داش. اجي اخذ الفيكس بوينت، اجي ارسم الاكسلريشن B with respect to A الـ component الراديال مالتا، لأنه هذا دائما موجود يصير عندي سرعة دورانية. فشوف اتجاه شلون دا يصير، يجي من الـ A لي جوا، يعني بنفس الاتجاه انه دا يجي من الـ B الى المركز، بنفس الاتجاه انه دا يجي من الـ B الى المركز من الـ fixed point من النصف نصف قطر الدوران اللي هو الـ A عندي هنا. من اجي طبعا هذا ارسمه to scale، اخذ السكيل ثالث ارسمه تو سكيل. هنا ما راح اقول هذا هو نقطة البي اللي هو بي داش، ليش؟ لانه قد يكون عندي هذا الالفا ما يساوي صفر، اذا اكو كومبوننت اخر مركبة اخرى لازم ينرسم حتى يطلع عندي البي داش. فهذا ارسمه موازاة الاكسلريشن، موازاة اللينك من البي للاي، واخلي نهاية ما تساوي مثلا اكس واي زي اي رقم اي متغير اخليه هنا.
اجي هسه اخلي المسطرة في نقطة اكس وارسم خط اخر عمودي على هذا الخط، عمودي على هذا اللينك، هنا مقداره الفا في الاي بي، الفا في الاي بي، هذا هنا بمعنى انه قيم الفيلوسيتي اعرفها والالفا ايضا اعرفها، اقدر اخذ له سكيل. طبعا ما يحتاج اجي ارسم عمودي على هذا لانه اوريدي هذا يوازي اللينك، فقط اسوي تعامد بين هذول الاثنين، يعني اقدر ابسط الحل بعد اكثر ما ارجع الى السبيس دايجرام، اقدر ارسم خط عمودي هنا، هذا الخط العمودي يمثل عندي التانجيشن كومبوننت اوف ذا اكسلريشن. هسه اقدر اقول هذا يساوي عندي بي داش، هسه هذا يساوي عندي بي داش، فاذا اريد اعرف الابسولوت فيلوسيتي هذا هو الابسولوت فيلوسيتي، طبعا هنا عندي الاي والبي اثنين يتحركون، فهي الاكسلريشن الاصليه اي وذ ريسبكت تو بي او بي وذ ريسبكت تو اي يرسم من الكومبوننت مالته، ما اقدر ارسمه مباشره حاله حاله الفيلوسيتي، الفيلوسيتي لانه كان عندي كومبوننت واحد عمودي على اللينك كنت اقدر ارسمه مباشره اقول هذا هي التعجيل او السرعه الريلاتيف، هنا ما اقدر اقول مباشره الريلاتيف فيلوسيتي لانه عندي قد يكون عندي تو كومبوننت اوف اكسلريشن، تو كومبوننت اوف اكسلريشن. زين الكلام اللي قلت له هنا كله موجود مكتوب عندي هنا، وهذا الملف موجود عندكم على الويب سايت او على الكلاس روم. هسه نريد نعقد المساله هنا، طبعا هذا from any point هذا قصده اي مو بي، هذا غلط عندي هنا او اصلا غلط موجود من الكتاب زماره. هسه اذا اريد اعقد المساله بعد اكثر، احنا مثل velocity diagram كنا نرسم velocity diagram كنت احتاج مينيمم 3 معلومات من المنظومه، كنت اريد اعرف اتجاه وقيمه سرعه من احدى النقاط، واريد اعرف اتجاه وحده من النقاط اتجاه سرعته وين راح يكون. نفس الشيء عندي هنا، نفس الشيء عندي هنا، اذا كان عندي acceleration analysis لـ 2 points عندي point A و B، الـ A الـ absolute acceleration ما اعرفها زين قيمة واتجاها، الـ B اعرف الباث مالته، باث يعني المسار الحركه مالته، التانجيشن تو بي هذا المسار مالته اعرفه، مسار الحركه مال البي اعرفه، فاكيد الاكسلريشن ليس المركبات الاكسلريشن، الاكسلريشن الرئيسيه الابسولوت مالته راح يكون باتجاه هذا الحركه. فاذا عندي ثلاث معلومات، معلومه التعجيل اي قيمه واتجاها، ومعلومه الرا ثالثه انه البي اعرف اتجاهه، اعرف اتجاهها. هسه استغل هذه المعلومات اريد اعرف acceleration A و acceleration B acceleration C اللي هو نقطة خارج ال A وال B. زين خلينا نجي لهنا acceleration of a point on a link. زين هسه اجي اقول اخذ fixed point اسميه O dash fixed point مثل بالضبط ما سويت بالفيلوسيتي اسوي هنا، اخذ fixed point اسميه O داش، ارسم المعلومات الموجودة عندي هنا، عندي الاكسلريشن A طبعا to scale، هسه طلع عندي الA داش مباشرة لانه الابسولوت اكسلريشن اعرفه ما يحتاج اعرف الكومبوننت مالته، يعني ليش اسوي الكومبوننت المركبات لانه الابسولوت اكسلريشن ما اعرفه، لانه اوريدي منطيني اياه راسا عوضه يطلع عندي A داش هنا. اجي للبي، اجي للبي، اول معروف معلومه اعرفها من البي هو اتجاه الحركه مالته اللي راح يكون بهذا الشكل، اللي يكون عندي بهذا الشكل. زين هذا المعلومه وضعتها على الرسم وانتهيت، هسه لازم ارجع الى الميثود مالتي اللي هو الريلاتيف ميثود حتى اقدر ارسم التعجيل مال البي. شو جاي تقول؟ اقول بي الى تو كومبوننت اوف اكسلريشن، وحده موازاه اللينك وحده عمودي على اللينك. طبعا البي هنا، البي هنا الاكسلريشن الالفا منطيني اياه موجود القيمه، يعني موجود كرقم لكن اتجاهه ما اعرفه وين. زين ادي شو اسوي؟ اولا اخذ الاكسلريشن بي وذ ريسبكت تو اي الراديال، الراديال طبعا
من اجي اخذ الراديال عندي هنا الاوميجا سكوير منطيني اياه بسؤال، الاوميجا سكوير بسؤال منطيني اياه، او الريلاتيف فيلوسيتي، الريلاتيف فيلوسيتي بي وذ ريسبكت تو اي اقدر استخرجها من الفيلوسيتي دايجرام. فانا استغل الفيلوسيتي دايجرام حتى اخذ المعلومات من عنده واعرف شلون ارسم الاكسلريشن كومبوننت كومبوننتس. هسه هذا القيم تعرفها واتجاه اعرفها هي من البي للاي، فاجي للاي داش ارسم خط للاسفل كانه يتجه من البي للاي، قيمته هذا القيمه طبعا تو سكيل. شوفوا هنا هسه هذا يمثل اي راديال، يمثل عندي اي راديال بي وذ ريسبكت تو اي، قيمته هذا واتجاه من البي للاي. الثاني الالفا قد تنطيني اياه بالسؤال، الالفا قد تنطيني اياه بالسؤال، هنا مثلا التعجيل موجود عندي هنا لكن اتجاهه ما اعرفه، زين هل هو مع او عكس اقرب الساعه؟ doesn't matter. شو اجي اسوي؟ اجي اقول اخذ خط موازي عمودي على هذا الخط، عمودي على هذا، يمثل عندي تعجيل acceleration of b with respect to a tangential. ارسمه بهذا الشكل، خط عمودي هنا، هذا قيمته ما اعرفه ولا اتجاه اعرفه، لانه سؤال ما قايل لي هل الفا يتحرك ويا لو عكس اقرب الساعه؟ واذا اريد اصعب السؤال بعد اكثر ما اعطيك اي معلومه عن الانجولار اكسلريشن، اقول لك سؤال هذا حله تسالني انجولار اكسلريشن اقول لك ما اعرف، قد يوجد الى قيمه وقد ما يوجد الى قيمه، يعني زينيه من عندي اذا اعطيك قيمه اقول لك ما موجود صفر، او الى قيمه بس ما اعطيك لا قيمته ولا اتجاهها، فما يصير عندك مشكله هنا، لانه عندك ثلاث معلومات تقدر تستخرج المعلومة الرابعة من الرسم مباشرة. شلون؟ ارسم خط عمودي على اللينك بي اي بي من يا نقطة من نقطة الاكس اللي رسمت بي اول تعجيل الراديال، دائما ابدي بالرسم، دائما بالرسم ابدي ارسم الراديال بعدين ارسم التانجيشن، لانه التانجيشن معلوماته ما معلومة ما عدا انه فقط اعرف اللاين اوف اكشن الخط التأثير مالته، اما اي معلومة اخرى ما اعرفها. زين هذا خط ال component of acceleration tangential راح يتقاطع عندي ويا مسار الحركة مال النقطة B، راح يصير عندي نقطة أرتب الحل بهذا الشكل راح يطلع عندي ال B داش. إذا هسه صار عندي هذا ال component للأسفل كأنه يتجه من ال B لل A هي ال A radial، وعندي component آخر عمودي عليه، عمودي على هذا اللينك او هي عمودي على اللينك الاصلي، عمودي على هذا المركبه، هذه مثل عندي الاي تانجيشن. هسه وجدت البي داش من المعلومه بدون ما اعرف الانجولار اكسلريشن. اما بسؤال، اذا بسؤال منطقي يقول لك الانجولار اكسلريشن يساوي صفر، فهذا الكومبوننت او هذا المركبه ما عندك بالرسم، فعندئذ شو تسوي اذا خصم بهذا السؤال؟ هذا الخط يمتد للاعلى وكذلك يمتد للاسفل، فهنا راح يلتقون الاي دا بي داش، راح يصير عندي هنا، راح يصير البي داش عندي هنا. اما اذا ما قايل لك اي معلومه عن الاكسلريشن الانجولار اكسلريشن، فانت ما لك حق تقول الاكسلريشن يساوي صفر، الا لازم يعطيك بالسؤال بشكل واضح. زين اذا اريد اعرف الاكسلريشن للنقطه سي، للنقطه اريد اعرف الاكسلريشن مالته شلون راح يصير. زين مثل بالضبط مثل ما سويت بالفيلوسيتي دايجرام، اخذ فيلوسيتي سي وذ ريسبكت تو اي وفيلوسيتي سي وذ ريسبكت تو بي، نفس الكلام هنا اخذ اكسلريشن اي سي وذ ريسبكت تو اي، اكسلريشن سي وذ ريسبكت تو بي، بس لا تنسى الاكسلريشن الى مركبتين، هسه مو مركبه واحده الا مركبتين. زين من اجي اخذ اقول السي وذ ريسبكت تو اي، السي وذ ريسبكت تو اي طبعا راح يصير عندي فيلوسيتي سي وذ ريسبكت تو اي، مفروض يصير عندي معلوم من الفيلوسيتي دايجرام. زين معلوم من الفيلوسيتي دايجرام اجي استغله اقول الفيلوسيتي هذا سكوير على طول اي سي، اقسمه راح يطلع عندي مركبه الراديال سي وذ ريسبكت تو اي اللي يكون اتجاهها من السي للاي. هسه اجي اروح للاي داش ارسم خط موازي الى هذا الخط هنا وقيمته اعرفها هي velocity b with respect to a squared على a c.
اجي ارسي خط عمودي على هذا، ما اعرف ايش قد قيمته، ما اعرف اتجاهه للاعلى او للاسفل، لكن اعرف اللاين اوف اكشن مالته عمودي على هذا الخط. هذا يمثل التانجيشنال اكسلريشن كومبوننت. فارسم خط بهذا الشكل، هذا الخط عمودي على هذا وعمودي على اللينك اللي هنا. نفس البروسيجر اعيده ويا سي وذ ريسبكت تو بي. C with respect to B من الـ velocity diagram راح أجد الـ velocity relative velocity بيناتهم، أربعة وقسم على المسافة بين الـ C والـ B راح يطلع عندي قيمة التعجيل الـ radial C with respect to B. أجي هذا التعجيل أخذه من الـ C والـ إلى الـ B، وين؟ في نقطة الـ B داش اللي هو عندي هذا الـ B هنا. فأجي أقول C with respect to B، راح أرسم خط يتجه للعلى كأنه يجي من الـ C للـ B بهذا الشكل، يطلع عندي زي هنا. اجي هسه اقول اوكي سي وذ ريسبكت تو بي قد يكون الى تعجيل زاوي ايضا، ما اعرف ايش قد قيمته ولا اعرف اتجاهه، لكن لاين اوف اكشن مالته عمودي على سي بي. اجي ارسي خط عمودي من هنا، خط عمودي من هنا، اثنين يلتقون من الخط العمودي اللي يجي من الواي، فيصير عندي هنا سي داش. هنا راح يصير عندي النقطه سي داش. ارتب الرسم راح يطلع عندي بهذا الشكل، راح يطلع عندي بهذا الشكل. acceleration c with respect to a اتجاهها بهذا الشكل. طبعا هذا هي الابسولوت الريليتيف acceleration. اذا اريد الابسولوت acceleration راح ارسمها من الاو داش للسي، نفس الكلام للبي، نفس الكلام عندي للA. طبعا هذا الكلام كله مفصل عندي هنا بالكامل، بالكامل موجود عندي هنا بالملزمة. زين، اذا اريد اعرف الاكسلريشن اي العفو سي وذ ريسبكت تو اي، يعني السرعه الزاويه اللي العفو التعجيل الزاوي اللي يتحرك سي وذ ريسبكت تو اي، اريد اعرف التعجيل الزاوي سي وذ ريسبكت تو اي، من وين راح يطلع عندي هذا المعلومه؟ راح يطلع عندي من هذا المعلومه من معلومة التعجيل المماسي التانجنت اللي يساوي عندي الألفا في نصف القطر. زين هذا المعلومة وين موجود عندي؟ سي وذ ريسبكت تو اي، عندي هذا سي وعندي هذا الاي، يعني هذا المعلومة. فقيس بالمسطرة، بالمسطرة قيس واي سي داش، واي سي داش اقيسه واضربه في السكيل مالتي واجي اقسمه على طول اي سي، راح يطلع عندي التعجيل الزاوي حاله حال بالضبط ما كنا نريد نطلع الانجولر فيلوسيتي. لما اريد اطلع الانجولر فيلوسيتي كنت اخذ الريليتيف فيلوسيتي واقسمه على نصف القطر. هنا اذا اريد اطلع التعجيل الزاوي ما اخذ الريليتيف الاكسلريشن، لا اخذ وحده من المركبات مالته اللي هو المركبه العموديه على اللينك. هذا المركبة، هذا المركبة أقسم على نصف القطر مالته راح يطلع عندي التعجيل الزاوي. شوفوا هذا المعلومتين أيضا راح استغلها بالحل الأسئلة، الأسئلة راح تشوفها بعدين. يقول إذا لينك يدور بسرعة زاوية ثابتة، إذا أي نقطة على ذلك اللينك بالنسبة إلى مركز الدوران ما راح يكون إلى تعجيل مماسي، يعني ما عنده الأي تانجيشن، الأي تانجيشن ما عنده. نفس الكلام إذا عندي بلوك أو نقطة يتحرك على خط مستقيم، يتحرك على خط مستقيم ما راح يكون الى الاي راديال. يعني مثلا عندي اذا بلوكه، البلوكه الاكسلريشن يصير عندي على سلايدر، اذا يتحرك عندي على خط مستقيم ما راح يصير عندي الراديال كومبوننت الى. ليش؟ لان الراديال كومبوننت ناتج عن تغير اتجاه المستمر باتجاه السرعه، التغيير المستمر باتجاه السرعه. في حين اذا عندي بلوكه يتحرك على خط مستقيم فاتجاه السرعه يظل عندي دائما ثابت، قد يتغير قيمته، لكن اذا يدور لا الاتجاه مالته
دائما يتغير. زين، نخلي هذا الأمثلة للمحاضرة. أريد بالمحاضرة بعد أوضحكم إياه كاملة، وبعدين راح ناخذ الكالوريس كومبوننت اوف اكسلريشن، ويكمل عندي الاكسلريشن ان ميكانيزمز.